وصل حدود الغضر يا شيخ الأمصار متنا ومسي بظهر الفرس ويدير الأفكار عاين على مد البصار خيل ورجاجين وبن سعد جمع عسكر شر والأباطي وشاف الجيوش سيوفها كلها مساليل ملتمة كلها تريد حرب آلطها وعسكر أبو السجاد بس نيف وسبعين وشاف الخيار من طنبه واتجاه لحسين شاف على الشاطيم خيم بالنساوي للحرب متحزيم متقلد بالفقا وصل حبيب الكربلاء شافه المظلوم ونادى على العباس يا حامل حماقو وخذ الأكبر جاسيم واخوانك يا جيدو واستقبلوا اللي جاي تاير خلفه غبا قالوا من اللي جاي وعيونك تشوفه ودمعتك في خديك يا الوالي ذروف قالهم حبيب اقبال علينا من الكوفة لازم تشيعونا للمخيم يا الأحرار استقبل العباس وياه الشفية وصل حبيبي وقبله بلهفة حبيبه وقال له يا شبل الطاهرة زهر النجيبة لحمل على العسكار وخلي الجيش ينهار أمرك يا ابو السجاد واجب نطيعه نرخص الغالي والعمر لجلك نبيح ونضيق بالأجساد هالأرض الوسيعة ونخلي الركبان تتناقل هالأخبار ونروي تراب الغاضرية يا من دماهم ننزل عليهم صاعقة ونهبط قواهم وبسيوفنا ورماحنا نضيق فضاهم وما دام فينا الروح ما تقربك الأشرار وزينب تسايل من لفا نب التهاني قالوا حبيب المظاهر جاي عاني قالت سلام الله على شيخ التفاني والأكبر نقليه السلام وجاب الأخبار خر ساجد على الأرض دنق للوطية منه أنا سلم علي الهاشمي
واستأذن من حسين يرد ليها التحية، وحسين أذن لو وقاف من خلف الستار، قالها يا زينب يا ثمار بيت الرسالة يلي حفظها المرتضى بعز وجلال، ايه وضف عليها حسين موروثة وكمالة، من السلام عليك يا بنت حامي الجار، لو وجدك يا بيت نور الله وزيرك، كني اشوفك بين عدوانك اسير، تمشي للكوفة بعد فقد العشيرة، من حولك النسوان تشهر بالأمصار، ويلي